أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نظم المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي بالتعاون مع المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال مؤتمر ريادة الأعمال مرئيات ما بعد كورونا عن بعد عبر تطبيق زوم. وقالت سيدة الأعمال فريال ناس رئيس مكتب المنتدى العالمي للاستثمار الملائكي العالمي في البحرين ورئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال إن المؤسسة حريصة أشد الحرص على استمرار الفعاليات في المرحلة الراهنة بما يخلق الوعي بالأوضاع المستجدة على صعيد القطاع التجاري والاقتصادي والمجتمعي فيما يتعلق بآثار جائحة كورونا وما يترتب على ذلك من مستجدات مجتمعية وتقنية وصحية وتجارية. قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بحملات تفتيشية في الأسواق المركزية بالعاصمة المنامة بناء على توجيهات سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة المعنية بتكثيف الرقابة والتأكد من توافر السلع والمنتجات الأساسية من المواد الغذائية والفواكه والخضار في الأسواق ومنع استغلال مناسبة عيد الأضحى المبارك لرفع الأسعار. وأكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد السيد عبد العزيز الأشراف أن إدارة التفتيش تقوم بشكل يومي برصد أسعار البضائع المختلفة ومدى توافرها وملاحظة حركة السوق بشكل عام وذلك للتصدي لحالات احتكار السلع وضمان عدم ارتفاع الأسعار واستقرارها. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الإصدار رقم 1820 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التفاصيل في العرض التالي. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. هواوي تتفوق على سامسونج بعد تحقيق أعلى مبيعات للهواتف الذكية في العالم. أعلن مصرف البحرين المركزي تغطية الإصدار رقم 1819 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار لفترة استحقاق مدتها 182 يوما تبدأ في الثاني من شهر أغسطس لعام 2020 وتنتهي في 31 من شهر يناير لعام 2021. وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.15%.
كشف السجل الاقتصادي الوطني الصادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية تصدر نشاط المتاجرة بالمنتجات والخدمات الإلكترونية قائمة أكثر الأنشطة الاقتصادية ترخيصا في الإمارات خلال يوليو الجاري، حيث بلغ عدد رخص المتاجرة الإلكترونية 418 رخصة من إجمالي الرخص الممنوحة للأنشطة الاقتصادية العشرة، والتي بلغت 2150 رخصة بنهاية 28 من شهر يوليو الجاري، مستحوذة بذلك على نسبة 20% للمرة الأولى. صعدت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة لتقترب في أحدى المراحل من ذروتها القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، بعد أن تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر. وبينما تقوض الزيادة السريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الأمال في تعافي اقتصادي، إلا أنه وفي أواخر جلسة التداول كان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 15% عند 1969 دولارا و16 سنتا للأوقية أو الأونصة. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تفوقت شركة هواوي الصينية على مجموعة سامسونج الكورية الجنوبية بعدما حققت أعلى مبيعات للهواتف الذكية في العالم خلال الفصل الثاني من العام بحسب مجموعة كاناليس للبحوث. وقالت المجموعة إن الشركة التي تواجه عقوبات أمريكية قامت بشحن 55 مليون و800 ألف هاتف متجاوزة سامسونج التي بلغت مبيعاتها 53 مليون و700 ألف وحدة، علما أن هذا التفوق يسجل لأول مرة.